اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه التغطيه العاجله. اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع قداسه البابا توادروس بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازة المرقسيه، حيث قدم الرئيس تعازيمه في حادث ضحايا كنيسه ابو سفين ببابا. واكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على قيام كافه مؤسسات الدوله بتقديم الدعم اللازم لاحتواء اثار هذا الحادث الاليم. وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعا كثب تطورات الحادث الاليم بكنيسه المنيره بمحافظه الجيزه، ووجه الرئيس السيسي كافه اجهزه ومؤسسات الدوله المعنيه باتخاذ كل الاجراءات اللازمه وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث واثاره وتقديم كافه اوجه الرعايه الصحيه للمصابين. وتقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي لاسر الضحايا الابرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها. من ناحية أخرى، وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث الحريق الذي اشتعل صباح اليوم الأحد في كنيسة أبو سفين بمنطقة إبابة في محافظة الجيزة. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفى إبابة العام والعجوزة، وجري التعامل مع الحالات المصابة وكذلك حالات الوفاة. وأشار عبد الغفار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين. ونوه عبد الغفار إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة 8:57، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة 8:59، ثم توالى وصول باقي السيارات. فيما انتقل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لموقع الحريق لمعاينته والوقوف على ملابساته ومتابعة أعمال نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مؤكدا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاطمئنان عليهم حتى تمام شفائهم. وحرص محافظ الجيزة على تفقد حالة المصابين بمستشفى العجوزة للوقوف على حالتهم، مشددا على تلقي المصابين لسبل الرعاية اللازمة لهم على أكمل وجه، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين. وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50,000 جنيه لأسر المتوفين و 10,000 جنيها لأسر المصابين. وأعرب محافظ الجيزة عن بالغ حزنه لأسر وأهالي المتوفين في مصابهم الأليم، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته. وكان قد سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق بالكنيسة صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مسرع شخص وإصابة آخرين. وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق. وانتقل عدد من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى مكان اشتعال الحريق لإجراء التحريات وكشف سببه، وبالإضافة إلى الاستماع لأحوال شهود العيان والعاملين بالكنيسة. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات، وتم اختار خبراء الأدلة الجنائية تمهيدا لإجراء معينة وبيان سبب اندلاع الحريق. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بكنيسة أبو سفين بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مسرع شخص وإصابة آخرين. وحصر رجال الحماية المدنية الحريق وتمكنوا من إخماده، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وأخترت النيابة المختصة للتحقيق. هذه كافة المستجدات حتى الآن. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وطيبا المتابعة، بالتأكيد سنواصل حضراتكم دوما في كل جديد على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.